والله مباشرة بالعمل في مديرية الجوازات في نينوى بتاريخ 15/7 بإصدار أول جواز تقريبا بعد انقطاع 4 سنوات لهذا المكتب عن العمل بسبب الظروف التي مرت بها محافظة نينوى. حاليا نعمل بنظام الحجز الإلكتروني، بإمكان المواطن الحجز على موقع شبكة الإنترنت ويعرف تسلسله ومن ثم يتابع الجدول المعلن عنه من قبل مديرية جنسية نينوى، يحضر في الموعد المحدد له. حاليا بدءا عملنا بإصدار 100 جواز يوميا، ثم ضاعفنا العدد إلى 300، ثم الأسبوع الذي يليه 400، وحاليا في هذا الأسبوع 500 جواز، وإن شاء الله الأسبوع القادم 600 جواز يوميا، فضلا عن تخصيص 50 جواز لعوائل الشهداء و50 جواز للمرضى الذين بحاجة للعلاج خارج العراق، إضافة إلى توفر الخدمة السريعة. صراحة اكو انسيابية بالعمل، والناس كلها كل جاي على سراء، والعالم تعاملهم طيب وكويس معانا، وكل من يجي على سراء مالته انتهى كل شيء. بعد انقطاع 3 سنوات ونص من دائرة الجوازات في الموصل، مسرور جدا انه لانجاز المعاملة بهذه السرعة وبكرامة، تقعد في قاعة وتحصل على جواز، يعني ما كنا متوقعين حقيقة هذا الاجراء، وهذه دلالة على انه القائمين على هذه الدائرة يبذلون قصارى جهدهم لخدمة المواطن، واحنا نشكرهم طبعا. اليوم انا جيت اطلع الجواز مالتي، والحمد لله وشكرا، يعني ما تاخرت بالمعامله وتساهلوا معنا يعني المديريه هنا في سبيل انه نطلع ننفح عن نفسنا بسبب الحصار اللي حصرناه بداخل المدينه. هذا يعني شوفوا شيء حلو بعد ما تحررت المدينه بهيك السرعه انه صدرت الجوازات من الموصل. نحن نشكر قواتنا الامنيه اللي حررتنا واللي تساهم باعاده الفرحه لاهل الموصل.